السلام عليكم مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الظهيرة من الأولى مباشرة وتتابعون فيها. بمراكش انعقاد المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية بمشاركة 150 بلدا، حدث دولي هام يتدارس استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال. الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق رحم إجراء يضاعف نسب العلاج في المراحل الأولى من المرض. وضمن النشرة نتابع رسالة أمل من سيدة ساهم الكشف المبكر في شفائها من المرض. وانطلاق عملية تخزين المنتوج الفلاحي السنوي من البصل بإقليم الحاجب، قطاع يساهم في توفير أزيد من مليون يوم عمل سنويا ويحقق رقم معاملات يناهز 650 مليون درهم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، والبداية من مراكش حيث تنعقد أشغال المنتدى العالمي لحماية الاجتماعية تحت شعار الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود. ويعد المنتدى المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية، وسيتدارس استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ويناقش المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال. المنتدى ينعقد كل ثلاث سنوات ويحضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا. ويتضمن برنامج المنتدى 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، حيث يمتد برنامجه طيلة 5 أيام. وينضم إلينا من مراكش السيد محمد علي بن سودة المدير العام لقطاع الاحتياط للصندوق الإيداع والتدبير للحديث حول هذا المنتدى. أهلا بك سيدي. إذن بداية، ما أهمية هذا الحدث الدولي انطلاقا من المواضيع التي سيناقشها وحجم أيضا المشاركة الدولية؟ شكرا سيدتي على الاستضافة. مرحبا. فعلا تم اليوم إعطاء انطلاقة المنتدى العالمي للحماية، تمت فعلا إعطاء انطلاقة المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية اللي تنعقد في المملكة المغربية لأول مرة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما تتعرفوا، الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذا المنتدى تعكس الأهمية التي يحظى بها موضوع الحماية الاجتماعية كأولوية وطنية استراتيجية وكقاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا. هذا المنتدى هو من أهم، هو حدث دولي مهم، تعرف كما قلت ما يزيد عن 1200 مشارك ومشاركة أتوا من 140 دولة، يمتد على 5 أيام ويشارك فيه مسؤولون حكوميون مغاربة من الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية ومدراء عامون للمؤسسات الوطنية والدولية وخبراء حماية اجتماعية. هذا المنتدى هو في الحقيقة فرصة لتبادل الرؤى للوقوف عن مدى تقدم الحماية الاجتماعية في الدول التي تتشارك في هذا المنتدى، ولإغناء المقترحات من أجل مواكبة النهوض بهذا المجال الحيوي. هتصبح هذا في خلال الجلسة الافتتاحية، كانت هناك تقديم للنموذج المغربي اللي قدموه السادة الوزراء الحاضرون معنا والسيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. هذا النموذج اللي تنبثق من التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال برنامج ولا مشروع توسيع الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة. نعم. في بلادنا، المضافة التي تقدمها التجربة المغربية اليوم في هذا المنتدى؟ أه
كما تتعرفوا التجربة المغربية جات تطبيقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجات بحد خريطة الطريق وجدولة جدولة مدققة اللي من خلالها في خلال 5 سنوات عدة محاور سيتم تنزيلها على أرض الواقع. تنهضروا على توسيع التغطية الاجتماعية، تنهضروا على تعويضات العائلية، تنهضروا على التقاعد، تنهضروا على فقدان الصغر. وهذه تجربة نموذجية وتتحظى تتحظى ب ب ب تجربة نموذجية يمكن تقاسمها بطبيعة الحال مع المشاركين في المنتدى. السيد بن سودة، إذن خلال حفل الافتتاح المنتدى تم تسليم شهادة التميز من طرف الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية لصندوق الإيداع وتدبير للاحتياط، ماذا يعني بالنسبة لكم نيل هذا التميز؟ في الحقيقة هاد التميز هذا جاء عبارة عن 6 شواهد اللي كان حصل عليها قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير. الهدف من هاد الشواهد هادو ديال التمييز هو في الحقيقة النهوض بالآليات اللي تنعملوا بها في إطار خدمة المواطن، في إطار تقديم المشاركة في هذه المشاريع المهمة اللي تتعرفنا بلدنا، في إطار توسيع الحماية الاجتماعية. وكذلك هو في الحقيقة شرف لجميع الأطر اللي تيقوموا بالواجب ديالهم في خدمة المواطنين كل يوم. هذا تشريف للمؤسسة ولجميع الأطر ديال قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الإيداع والتدبير بصفة عامة. السيد محمد علي بن سودة المدير العام لقطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة، كنت معنا من مدينة مراكش. في موضوع آخر، الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم قد يكون مرادفا للحياة، حقيقة تدركها جيدا السيدة خدوج التي اكتشفت إصابتها بالمرض لتخضع لعملية بالمعهد الوطني للأنكولوجيا سيد محمد بن عبد الله بالرباط. اليوم تواصل السيدة خدوج حياتها وتتقاسم معنا تجربتها مع المرض وكيف ساهم الكشف المبكر في شفائها. مريم بن زكري وعبد الرحيم فيلول وجهاد ليبري. قبل شهور قليلة كانت السيدة خدوج تتجه إلى المستشفى حاملة في نفسها هواجس مرتبطة بإصابتها بسرطان الثدي. اليوم تغير الحال بعد خضوعها لعملية استئصال الورم، كللت بالنجاح. جيت بالأول عادي، جيت باش ندير تحليلة حتى لقاو عندي المرض. جيت هنا فتحت هنايا الحمد لله بالرامي، درت الشيميو ديالي 6 ديال الحصص الحمد لله دازوا على خير وبخير، كملت الشيميو دابا قالوا لي ديري الأشعة. بخطوات ثابتة تتقدم خدوج للقاء الطبيب المعالج الذي يطمئنها على حالتها المستقرة. باش في خلاصة الأمر أن الحمد لله سرطان الثدي من الأمراض اللي عنده العلاج تقريبا وصلت تقريبا 95%. سرطان الثدي فيه بزاف العلاجات متعددة والمراحل ديالها كتختلف على حساب النوعية، على حساب واش المواد الكيماوية عاد الجراحة ولا الجراحة عاد المواد الكيماوية، ومن بعد الأشعة عندها واحد الدور كبير في الكونترول ديال المرض محليا. أما المواد الكيماوية كتعالج المرض في أي بلاصة في الذات وتقريبا كتقضي على المرض في أي بلاصة. نظام صحي متكامل وممارسة للرياضة أو المشي أساسيات للبقاء بصحة جيدة والابتعاد عن مسببات سرطان، نصائح تدلي بها أخصائية التغذية للنساء الوافدات على المركز. بالنسبة لهذا النظام خصنا نحاولوا ما أمكن نحاولوا نحافظوا على التغذية اللي تكون هي بيو أو لا بلدية. بيان سور نحاولوا ما أمكن نبعدوا على جميع المواد المصنعة أو المواد اللي هي غير طبيعية، ونتجهوا الاستهلاك ديال الخضر والفواكه بكمية كافة. الجانب النفسي مهم في عملية المعالجة والشفاء،
دعم معنوي لأفراد أسرة المريضة واجب. انهم يبقاوش يقولوا الاحاسيس بالشفقه تجاه المريضه، لان كيأثر عليها سلبا بزاف في النفسيه ديالها وفي المشاعر ديالها، وما خاصهمش يقولوا لها خصك تكوني قويه وراكي غادي تعالجي وهذا الشيء راه ماشي راه غير واحد الوقت وغادي يدوز. بالعكس خصهم يفهموها في المرحله ديالها اللي كدوز. سرطاني الثدي وعنق الرحم يحتلان المرتبة الأولى بين السرطانات المسجلة لدى النساء بالمغرب، ويبقى الكشف المبكر الوسيلة الأكثر نجاعة للتصدي والقضاء على المرض. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط البروفيسور زكي الحنشي أخصائي في جراحة إنكولوجيا النساء. أهلا بك بروفيسور. كما تابعنا في الروبورتاج حكاية سيدة خدوج مع مرض السرطان، تبعث رسائل أمل لكل مصابة بمرض السرطان وتحث على أهمية الكشف المبكر. ما الفرص التي يمنحها التشخيص المبكر للمرض في الشفاء؟ أهلا وسهلا. مرحبا. كما جاء في الروبورتاج ديال السيدة اللي تكلمت على السرطان واللي تم تكتشف لها بواحد الطريقه في بدايه ديال المرض، هذا هو اللي تنتوخاو من هذا الكشف المبكر، لانه تعطي واحد الفرصه الامل في الحياه اكبر. بمعنى ان ملي كيكون الكشف مبكر كيكون تيكون الحدود ديال العلاج احسن، نسبه الامل تتوصل تقريبا حتى 95%، واكثر من هذا كيكون العلاج بدون استئصال ثدي اللي هو واحد العود عنده أهمية كثيرة بالنسبة للمرأة. فهذا الكشف المبكر كما تنقولوا ما عندوش ثمن، وحنا الحمد لله في البلاد ديالنا كاين واحد البرنامج منظم للكشف المبكر. وملي تنقولوا الكشف المبكر ماشي غير الكشف، كاين الكشف وهناك تشخيص الحالات المرضية والعلاج الحالات اللي تيتم التأكيد بالإصابة بالسرطان. نعم، إذن الكشف قبل من هذه 15 سنة ما كانش في المغرب هذا النظام المبكر. نعم تفضل أستاذ. ما كانش، وشنو كانوا الحالات المتقدمة هو اللي تيتم الاكتشاف ديالهم. أما الآن الحمد لله بفضل الكشف المبكر وبفضل هذا البرنامج اللي وضعته الدولة المغربية لصالح النساء ومن أجل النساء، تم يعني قلب المعادلة بحيث أصبح تقريبا 50% من الحالات اللي تنشوفوها هما في المرحلة الأولى، يعني الحالة الأولى أو الثانية تي أ أو تي دو، بمعنى الورم ما تيكونش فايت واحد 3-5 سنتيم. وهذا نعم، عنده واحد أهمية بالغة في نسبة العلاج ونسبة نعم يعني تكون فرص العلاج كبيرة. تحدثنا بروفيسور نعم. عن أهمية الكشف المبكر، عن حدود العلاج، ماذا عن الممارسات اليومية السليمة المساهمة أيضا في الوقاية من هذا المرض، والممارسات الواجب العمل بها بعد إجراء العملية عند المصابات أو بعد استئصال المرض في حالة الإصابة؟ بالنسبة للوقاية من السرطان بصفة عامة، بغض النظر عن سرطان الثدي أو العنق الرحم، هي التغذية السليمة. تقولوا التغذية السليمة ما يكونش الشحوم، ما يكونش المشروبات الاصطناعية، ولكن السبب الأساسي ديال السرطان بالنسبة للثدي نقدر نقولوا بأن ما كاينش الوقاية التامة. يعني بمعنى أن أي مرأة تقدر تكون محتملة أنها تصيب بالسرطان كيف ما كان نوعية الحياة ونمط العيش ديالها، إنما معروش السبب الأساسي اللي تيكون في ظهور هذا المرض. بروفيسور اريد ان اسالك، هل الاجهاد عنق الرحم لو سمحت لي لكي نستفيد من وجودك معنا، هل الاجهاد والتوتر نعم. يساهمان في ظهور نعم. هذا المرض؟ لا، بالنسبه للاجهاد ما كيسببش ماشي عامل الخطر ديال سرطان الثدي، إنما العلاقة ديال الحبالة مع السرطان هناك الحبالة الأولى اللي كتكون في سن متأخر، بمعنى أن المرأة ملي تكون عندها الحبالة الأولى في واحد السن اللي تفوق 30 سنة
تيكشكل هذا عامل خطر سرطان الثدي معروف في الاحصائيه الطبيه الان. وكذلك ملي تكون الحباله قبل من 30 سنه كيكون عامل يعني للحمايه. وكذلك انا المراه اللي تترضع بالثدي ديالها لمده طويله مده ديال تقريبا عام ديال هذا كيكون تيكشكل تماما واحد الحمايه ما تنقولوش حمايه شامله لا. لان كما قلت السبب الاساسي ديال السرطان ديال الثدي ما معروفش ولكن هذه من الاحتياطات من العوامل اللي تنتعرفوها طبيا. اذا هناك اسباب متعدده لكن الوقايه عامل السن نعم. هو العامل الاساسي. نعم هناك اسباب متعدده والوقايه واجبه. البروفيسور الوقايه مدام تفضل لو كانت هناك افاده للمشاهدين تفضل بروفيسور. نعم اللي بغيت نشير الحاجه اللي بغيت نشير لها بزاف بالنسبه لسرطان الثدي ان بيتم الحمايه ماشي 100 مضمونه 100% اللي تيحمي المراه هو الكشف المبكر. يعني يكون عندها واحد النظام في الحياه ديالها. حنا دابا كنعيشوا في اكتوبر الوردي هذه فتره مميزه من السنه ولكن هذا الكشف المبكر ما تيكونش في اكتوبر ولكن على مدى السنه. هذا هو نعم اذا الكشف المبكر امر ضروري. ونتمنى بطبيعه الحال السلامه للجميع. البروفيسور زكي الحنشي الاخصائي في جراحه انكولوجيا النساء اشكرك جزيل الشكر على هذه المساهمه القيمه معنا في نشره الظهيره. استفاد نزلاء المؤسسة السجنية عين عائشة بتونات من القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع عمالة إقليم تونات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجمعية التنمية والتربية والرعاية. القافلة ضمت تخصصات طبية عديدة وشارك فيها أخصائيون وممرضون وصيادلة. زكية بلقاس ومصطفى الزاهري. قافلة لتقريب الخدمة الصحية من السجناء. أطباء في تخصصات عديدة كشفوا عن نزلاء المؤسسة السجنية عين عائشة بتونات وشخصوا الحالات التي تستدعي العلاج. خدمات وجد فيها السجناء الرعاية والاهتمام. جميع الحالات اللي كيتعاني بها السجين أو أي نزيل وكافة جميع النزلاء اللي هما استفدوا منها تلقانا الأدوية من عندهم وشدونا الرونديفويات باش نخرجوا للسبيطار إن شاء الله. استفدت من هذه القافلة اللي جات لهنايا للسجن ديالنا هنايا في المؤسسة والحمد لله كاين السجناء اللي استفدوا كاملين على جهاز العظمي وعلى العينين وعلى الحمد لله دوزونا على كامل والحمد لله على هذه القافلة اللي استفدنا منها بزاف الحوايج. تعزيز الخدمة الاجتماعية لفئة السجناء من بين أولويات مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. خدمات تجعل فضاء السجن فضاء للحياة السليمة. تستهدف هذه الحملة الطبية تقريبا 1800 نزيل اللي غيستافدوا من الفحوصات ومن العلاجات والأدوية كذلك. والقافلة نتاج لمجهودات مشتركة ساهم فيها أيضا المجتمع المدني. 36 قافلة طبية و40 قافلة جراحية. وحنا طبعا نجيبوا الأطباء والدواء للمشاركة ديالنا ومن أجل الوطنية ومن أجل الإنسانية. وتترجم هذه القافلة الطبية أهداف اتفاقية الشراكة التي تجمع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي تسعى إلى ضمان ولوج السجناء للخدمات الصحية. إلى أحوال الطقس حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي طقسا حارا ابتداء من اليوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعاء القادم تتراوح ما بين 36 و40 درجة بكل من تارودانت إزغان أيت ملول تزنيت شتوكا أيت باها أكادير إداوتانان سيدي إفني طنطان قلميم سمارة بوجدور ترفايا العيون أو سرد ووادي الذهب. وستتراوح ما بين 34 و36 درجة بكل من سيدي قاسم سيدي سليمان تمارس خيرات سلا القنيطرة النواصر مديونة سيدي بن نور كذلك ببن سليمان وبرشيد.
إلى إقليم الحاجب، حيث انطلقت عملية تجميع وتخزين المنتوج الفلاحي السنوي من البصل، عملية تتركز في المحور العلوي للحاجب، حيث سيتم حفظ أزيد من 36 ألف طن من هذا المنتوج الذي يغطي جزء كبير من الأسواق الوطنية ويلبي جزءا من احتياجات بلدان إفريقية. القطاع يساهم في توفير ما يقارب مليون يوم عمل سنويا. عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي. بالرغم من إكراهات الموسم الفلاحي لسلسلة البصل المرتبطة بندرة المياه ونضوب العديد من الآبار ناهيك عن تكلفة الإنتاج الكبيرة، فقد استطاع فلاح إقليم الحاجب تحقيق إنتاج مهم من هذه المادة الحيوية تجاوز الموسم الماضي 36 ألف طن بمساحة مزروعة تجاوزت 6000 هكتار. قطاع البصل من بين السلاسل الواعده والمزدهره باقليم الحاجب، حيث تتشكل المساحه المزروعه سنويا بين البصل الشتوي والصيفي حوالي 6000 هكتار، مما يمثل حوالي الربع ديال المساحه المزروعه من هذه الماده على الصعيد الوطني. وبلغت السنه الانتاج حوالي 50 طن في الهكتار. يعتبر قطاع البصل من بين اكثر السلاسل تشغيلا ليد العامله، بحيث كتطلب عدد كبير من اليد العاملة ما بين المشتل الزراعة وحتى الجني ديالها وكذلك التخزين. هذا العام كاين تكلفة بزاف، الطوناج شوية غيكون قليل، السلعة بحال لا ما صابراش، وخا الناس كتدخل السلعة بانت اليد العام شوية ما صابراش، حيت كاين الحرارة بزاف، الماء قليل، المطر قليل، راه الناس كتكل على الله في الله. شوية الخدمة ديال هاد الماكينة شوية اللي كاين الطوناج الله أعلم حتى لديك 80 طن 70 طن في القطار. الماكينة بحال هكا دابا الخدمة التقليدية ديال اليد تفوتش 50 من 40 حتى ل 60. بالإقليم حيث تمثل هذه السلسلة العمود والمرتكز الاقتصادي المحلي، انطلقت عملية تخزين هذه الثروة الفلاحية بالعديد من المحطات وبالخصوص على محور إقدار سيدي عيسى، عملية تخزين تقليدية تعرف بالجراير، وهي تسير بوثيرة كبيرة لتأمين المنتوج، خاصة وأن المنطقة بدأت تعرف نزول أولى قطرات الغيث. الفلاحة البصلة كتبدا من المهايا وجي على طوشطاط بودربالة الحاجب الطريق أزرو طريق إفران. إيوا راك عارف الوقيتة شهر 10 ديك هكاك بحال ما هكاك كتبدا الناس تخزن. البصلة كتخدم الناس العام كامل، كتخدم قد العيالات قد الرجال. بحال دابا حنايا مثلا هنا عشرة هذي كاينين عشرة بحال بحال كي هما كيسرجيو حنا كنشدو هنا في الكراي كنصغبوها. دابا فاش كنخزنوها كتدوز من دابا حتى اللي عنده الصلاح مزيان حتى شهر 4، اللي ما عندوش منها شهر شهرين كيبقى يخرج. كتمشي للسواق ديال المغرب كامل، كاين اللي كيخرجها لبرا كاع. تأثيرات الجفاف وغلاء مواد الإنتاج أثر بشكل واضح على الإنتاجية في الهكتار وعلى الجودة كذلك، والجهود تتواصل لتجميع المحصول بحيث يشكل عمودا للاستهلاك الوطني، ناهيك عن إمداد عدد من أسواق الدول الإفريقية الصديقة بجزء من حاجيتها من هذه المادة الفلاحية. وينضم إلينا للحديث حول هذا الموضوع من الحاجب السيد محمد قادري المدير الإقليمي للفلاحة بالحاجب. أهلا بك سيد قادري. إذن بالرغم من إكراه الجفاف وتراجع الموارد المائية الجوفية بسهل سايس، سلسلة إنتاج البصل ظلت صامدة وحققت منتوجا مهما، كيف تحقق ذلك؟ شكرا سيدتي على الاستضافه. دونك بالنسبه للسلسله ديال البصل في الاقليم ديال الحاجب، هي سلسله مهمه يعني كتزرع على واحد المساحه ديال بين 5000 حتى 6000 هكتار، وكتحقق واحد الانتاج اللي يعني بين 50 حتى 60 طن في الهكتار. هذا العام بسبب نقص ديال التساقطات المطريه كاين واحد الانخفاض طفيف في الانتاج، اللي دابا الفلاحه سجلوه تقريبا واحد 45 طن في الهكتار. دونك هذا الانتاج كيشكل واحد الانتاج ديال تقريبا واحد 300 ألف طن في العام.
وبالنسبه لهذا الانتاج كاين يعني واحد الشطره منه يعني كيستعملوه الفلاحه وكيخزنوه بطريقه تقليديه في القراير نعم السيد قادري، لكن كيف استطاع القطاع تجاوز يعني اشكاليات التغير المناخي، ارتفاع درجه الحراره، تراجع الموارد المائيه، كيف تجاوزتم هذه الاكراهات وحققتم هذه النتائج؟ بالنسبه يعني تجاوز الاكراهات اللي كتعلق بنقص من التساقطات المطريه ويعني انخفاض ديال الفرشه المائيه، كان واحد البرنامج ديال وزاره الفلاحه اللي هي باشرته انطلاقا من 2008 واللي هو باقي لحد الساعه، اللي كيهدف يعني بسميتو تجهيز بالتنقيط للضيعات الفلاحيه، واللي الدعم اللي كتعطي الفلاحه يعني الدوله كيوصل تقريبا حتى 100% من الكلفه ديال الاستثمار، وهذا الشيء كيؤدي فهمتي بان يعني العقلانه ديال استعمال ديال الماء الري والتغلب بطريقه او باخرى على النقص ديال يعني ديال المياه الجوفيه والتساقطات المطريه. نعم، اذا ننتقل الان الى عمليه التخزين، التدابير المعمول بها في مجال التخزين تبقى تقليدية كما تابعنا في الروبورتاج، وهي عملية الجرير، ونعلم أن الطرق التقليدية يعني تساهم في ضياع جزء مهم من المنتوج. ما العمل، ما الذي تعملونه في هذا الاتجاه؟ بالنسبة لعملية التخزين التقليدية اللي كيقوموا بها الفلاحة في الإقليم، هي عملية اللي هي تقريبا كتقدر توصل فيها نسبة الخسارة ديال 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 المنتوج تقريبا حتى 30% بالنسبة للفلاحة اللي ما كيضبطوش هذه العملية هذه. دونك بالنسبة لوزارة الفلاحة لاحظت هذا الفرق هذا ديال الخسارة ديال الإنتاج، وعملات على يعني بالنسبة لواحد إطلاق واحد المشروع مع الجمعية المغربية للفلاحة، وذلك باش نحدد تحديث يعني هذه العملية ديال التخزين. فكاين واحد المشروع اللي حاليا في طور إنجاز في القطب الفلاحي ديال مكناز، ومن بعد غادي يتعمم على جميع الفلاحة. هذا ما نساوش بان فهمتي في اطار يعني هذا الجيل الجديد اللي كاين دابا، المشروع الجيل الجديد، دونك كاين سميتو الدوله كتدعم المشاريع ديال التخزين بهذا يعني المبلغ ديال الدعم يقدر يوصل حتى 30% من المبلغ ديال الاستثمار، ويعني وحنا كنشجعوا يعني الفلاحه باش يديروا هاد الطرق الحديثه باش ما يضيعش المنتوج. هذيك 30% راه يعني نقدروا نستعملوها يعني بالنسبه باش ما يكونش ذاك تقريبا باش يكون يعني نعطيو يعني المنتوج فعلى طيلة العام للحفاظ على المنتوج وتثمينه. السيد محمد قادري المدير الإقليمي للفلاحة بالحاسب، أشكرك جزيل الشكر على هذه المساهمة معنا في نشرة الظهيرة. إلى بنغرير، حيث انعقد الملتقى الإقليمي السادس للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الذي ينظمه المجلس العلمي المحلي للحملة بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية. الملتقى يحتفي بالسيرة النبوية الشريفة وإبراز دورها في السلوك الإنساني. خديجة الجمالي وعمر جليدي. فئة ناشئة في مقدمة المشاركين في هذه الفعاليات المنظمة أحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، اختيار يحرص المجلس العلمي المحلي للرحمنة على تكريسه لترسيخ القيم السامية الموصلة لمحبة الله ورسوله الكريم. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يتقدم المجلس العلمي للرحامنة بمجموعة من الأنشطة التربوية لنعبر عن حبنا وطاقتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. كنقدموا تحية ديالنا للمؤطرين والمؤطرات اللي عاونونا بزاف واللي دعمونا في العمل. فقرات متنوعة ميزت هذا الحدث الذي أضحى تقليدا سنويا يسجل انخراط عدد من الفعاليات بالإقليم. مددنا الجسور إلى رجال التعليم بالإقليم
أي إلى المدارس التي منبعها التربية السليمة لنقيم معها هذه اللقاءات في تدريب الأطفال وتأهيلهم ليكونوا قدوة الغد. التحفيز محطة أساسية ضمن فقرات هذه التظاهرة، جوائز غايتها حث الناشئة على مزيد من العطاء عبر حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. نظمت جمعية بسمة المغرب التي تتكفل بإجراء جراحات للأطفال ممن يعانون بعض التشوهات الخلقية سباقا للدراجات بمدار مغلق، وذلك بمشاركة 40 دراجا محترفا. الفعالية هي احتفاء بمرور 40 سنة على وجود هذه الجمعية، وهدفها التحسيس بأهمية الاستفادة المبكرة من هذه العمليات لتجاوز المضاعفات الناجمة عن هذه التشوهات. حسن زكي ومحمد شاكر. 40 دراجا محترفا كانوا على خط انطلاقة سباق امتد لأربعين كيلومتر، كذلك احتفالا بمرور 40 سنة على ميلاد جمعية بسمة العالمية لعلاج أطفال الشفاذ واللهة المفلجة، وهو سباق شهد مشاركة البطل المغربي لسباق الدراجات صلاح الدين المرواني أحد المستفيدين من عملية بسمة، كنموذج ساعد هذا التدخل الجراحي المبكر على الاندماج بالمجتمع والتفوق في مشواره العملي والرياضي. كنت متفع مع أوبيراسيون صباعي ملي كانت عندي 3 سنين، وطاحت واحد الفكرة على ذكرى تأسيس جمعية بسمة هي 40 عام و 23 عام في المغرب. هي تظاهرة رياضية بمساعي إنسانية اجتماعية سجلت انخراط الجامعة الملكية المغربية للدراجات من أجل التعريف بأهمية هذه العملية بالنسبة للأطفال. بالنسبة للأبطال تحنا جاءوا هاد الأبطال ومنهم بطل اللي هو استفد من هاد الجمعية ديال سمايل في هاد العملية، وهو المراوني اللي ربح اليوم بعد السباق وكان بطل في الفريق الوطني المغربي. مداخل هذه التظاهرة ستوجه لعلاج 40 طفلا بمدينة مراكش شهر دجنبر المقبل، والإشارة فعدد المستفيدين من عملية بسمة بالمغرب فاق 12700 طفل وطفلة، فيما استفاد أزيد من 50000 من التكفل التام من طرف المؤسسة. وتنضم إلينا من الدار البيضاء السيدة فوزية جبارة محمودي مؤسسة جمعية بسمة المغرب ونائبة رئيس جمعية عملية بسمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أهلا بك سيدتي، أنتم تحيون اليوم الذكرى 40 لتأسيس الجمعية، ما الذي حققتموه في مجال عملكم لإعادة البسمة للعديد من الأطفال؟ السلام عليكم، شكرا للاستضافة. اليوم حنا تنحتفلوا بالذكرى 40 لجمعية عملية البسمة بالعالم أو جمعية عملية البسمة العالمية، في حين أن عمر جمعية عملية البسمة بالمغرب هو 23 سنة. في هذا المجال جمعية البسمة العالمية حققت ما يفوق 400,000 طفل اللي استفدوا من هذه العمليات الجراحية المجانية في العالم، يعني في 35 دولة، وفي المغرب احنا وصلنا 27 ما يفوق 27,700 طفل اللي استفدوا من التدخل الجراحي للشفة المفلجة واللهات المفلجة أو شق الشفة وشق سقف اللهات، وكذلك استفادوا أكثر من 90,000 طفل من تدخلات على جراحة الأسنان. وفي هذا المجال احنا كنقولوا بأن أوبيراسيون سمايل المغرب خاضت واحد تفوق كبير، لأننا عندنا 3 ديال المراكز بالدار البيضاء وبالوجدة وكذلك بالجديدة، وإن شاء الله حطينا اللبنة الأولى للمشروع أوبيراسيون سمايل المركز الرابع في مدينة مراكش. نعم سيدة محمودي، تغطية لناس الجنوب. نعم سيدة محمودي، ما هي رسالتكم اليوم للأسر حول أهمية التدخل الجراحي المبكر لفائدة الأطفال ممن يعانون من هذه التشوهات؟
أولا التحسيس المبكر أو فائدة الأطفال مبكر، يعني في خلال الأسبوع الأول كتخول لهم باش يمكن لهم يعيشوا حتى يوصلوا للفترة ديال التدخل الأول اللي كيكون بعد 6 شهور واللي كيكون الوزن ديالهم يعني 6 كيلو. هذا التدخل هو تدخل يعني جد مهم، لان اذا ما كانش هذا التدخل مبكر يمكننا نفقدوا هذا الطفل ويقدر يتوفى. بعد التدخل الثاني تيكون في خلال سنه، يعني بعد سنه، واللي تيكون التدخل ديال شق سقف اللهات. هذا التدخل تيمكن الاطفال باش يكون عندهم واحد الاندماج سهل وبسيط مع الاطفال ديالهم الاخرين واللي كيكونوا يتلاقاو معاهم مثلا في المدرسه في المدروس وفي خلال المسار يعني ديالهم في مسيرتهم الدراسيه وفي حياتهم ايضا. السيده فوزيه جباره محمودي، مؤسسه جمعيه بسمه المغرب ونائبه رئيس جمعيه بسمه بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، اشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات. في الرياضة الآن نبقى مع لقطات من كرة القدم من الدوري الألماني، وأول هزيمة للمتزعم يونيون برلين أمام فريق بوخوم صاحب الصف الأخير. عبد الحق بيهات. بتشجيعات متواصلة للجمهور وبملعب رور ستاديوم تمكن الحكم دينايز أيتيكين، وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو سيعلن عن ضرب بانتوفيتش بعد تدخل بارع للحارس مانويل ريمان. اللاعب بانتوفيتش سيتدارك الموقف وإن جاء متخلص من ديل الترتيب لفريق شالك المنهزم بنفس الحصة أمام فريق هيرتا برلين. وفي كرة المضرب الآن نتابع أهم ما ميز أربع محطات دولية نهائية، والبداية ببطولة ستوكهولم بالسويد. عودة مع عبد الحق بيهات. توج اللاعب الدنماركي هولجر رود توج بلقب بطولة ستوكهولم بالسويد البالغ إجمالي جوائز النقدية أزيد من 700,000 دولار، وذلك بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتيباس المصنف الخامس عالميا وحسن جولة 6-4 في كل جولة. ونال اللاعب الكندي فيليكس أوغر اليازيمي المصنف 10 عالميا نال بطولة أنتويرب بلجيكا البالغ إجمالي جوائز النقدية قرابة 600,000 دولار، وذلك بعد فوزه على اللاعب الأمريكي سيباستيان كوردا والحصة جولتين 0-6-3-6 مقابل 4. وتمكن اللاعب الإيطالي لورينزو بوزيتي تمكن من الفوز بلقب بطولة نابولي إيطاليا البالغ إجمالي جوائزه النقدية أزيد من 600,000 دولار، وذلك بعد فوزه على مواطنه ماتيو بريتيني والحصة جولتين 0-7-6-6 مقابل 2. وأخيرا توجت اللاعب الأمريكية جيسيكا بيغولا الخامسة عالميا توجت بلقب بطولة غوادالاخارا بالمكسيك البالغ إجمالي جوائز النقدية أزيد من 2.5 مليون دولار، وذلك بعد فوزها السهل على اللاعب اليونانية المشاكسة ماريا سكاري السادسة عالميا والحصة جولتين 0-6-2-6 مقابل 3. وفي ختام نشرة الظهيرة مشاهدينا الكرام نذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بمراكش انعقد المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية بمشاركة 150 بلدا، حدث دولي هام يتدارس استراتيجية إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال. الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم إجراء يضاعف نسب العلاج في المراحل الأولى من المرض. وضمن النشرة تابعنا رسالة أمل من سيدة ساهم الكشف المبكر في شفائها من المرض. وانطلاق عملية تخزين المنتوج الفلاحي السنوي من البسال بإقليم الحاجب، قطاع يساهم في توفير أزيد من 1,000,000 يوم عمل سنويا ويحقق رقم معاملات يناهز 650 مليون درهم. أشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.